كمان عندنا خبر مهم جدا لاعضاء من الاعضاء الجمعيه العموميه، وهي تجديد الاشتراكات السنويه اللي بدا من 1/7. وكان عندنا حاجه برضو مهمه، تطور مهم بيحدث في النادي الاهلي، وهو تطوير بطاقه العضويه واستخدام بطاقه عضويه ذكيه ايضا لكل فروع النادي الاهلي، سواء كان المقر الرئيسي بالجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد او القاهره الجديده. في الحقيقه الحمد لله الحمد لله، يمكن انا بقول لحضراتكم بالارقام، وصل عندنا 28568 بطاقه في الشيخ زايد، ودي بطاقه مستمره ل4 سنوات، هيتم تسليمها ان شاء الله من يوم الاحد القادم ان شاء الله للساده الاعضاء المؤخرين في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد، ايضا فرع القاهره الجديد 8560 بطاقه عضويه اللي هم كانوا اللي اشتركوا ان شاء الله دولت بدا التسليم فيهم من اليوم، بدانا تسليم. بس عايزين نشرح كلمه البطاقه الذكيه برضو يا دكتور سعد. نعم، عايزين نشرح كلمه البطاقه الذكيه. هي بطاقه بتستخدمها حضرتك لمده 4 سنوات متتاليه، بيتم تجديد الاشتراك السنوي بنفس البطاقه، بمجرد ما بتجدد الاشتراك بيتم تفعيل البطاقه لمره اخرى، بتستخدمها في الجمعيات العموميه. وهذه البطاقه ايضا لها استخدام اخر، يمكن استخدامها ككارت مدفوعات لكل العمليات اللي انت بتستخدمها داخل النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي ايضا، وده بيتوقف الاستخدام الثاني ان هي تستخدم كبطاقه مدفوعات لانها صدرت مع البنك اللي هو البنك الرسمي للنادي الاهلي الراعي، ودي ايضا استراتيجيه جديده استخدمها النادي الاهلي في تعميق حجم المنافع اللي بيحصل عليها رعاه النادي الاهلي، عشان الناس دايما بتسال. تسمح لي ان اهنئ صاحب الفكره سواء من البنك او من النادي، وغالبا وراها شخص انا اعرفه جيدا خبير تسويق كبير، لان الفكره دي الفكره صاحب هذه الفكره مجلس اداره النادي الاهلي الموقع. تمام بدانا فيها من فتره في الحقيقه، وكان النادي لما تعاقد مع البنك الرسمي اللي هو بنك فاب الاول، الحقيقه البنك كان حريص على انه يخش وياخد هذه الخدمه ويستخدم هذه الخدمه، والخدمه دي اعتقد ان هي واحد من الخدمات التطويريه للنادي الاهلي. تسمح لي اشرح معاك برضو، لان الاعضاء ممكن او الناس عايزه تفهم، يعني بالكارت ده البنك بيديك كريدت او بيديلك ميزه انك تشتري، ها، وكانك فاتح حساب عنده. والبطاقه دي كمان احنا عملنا حاجه كمان مهمه جدا، يعني حضرتك يعني يا كابتن عادلي مشكورا، وضحت حاجه مهمه انا محتاج ان انا حضرتك تسمح لي ان احنا نوضح للاعضاء. اتفضل. بمجرد حضرتك ما بتجدد الاشتراك السنوي بتستلم البطاقه العضويه الجديده اللي هي بتستخدمها، يمكن استخدامها ككارت مدفوعات، ما بتروحش هنا ولا هنا، انت في الشباك المجاور ليك حضرتك في مكتب البنك موجود جنبك، مع مكتب البنك ايضا موجود شركه فوري، تقدر تشحن البطاقه وانت واقف عشان تديها للاولاد ان هم يقدروا ايضا يستخدموها ككارت مدفوعات عشان ما يفقدوش نقودهم او الى اخره. يعني كارت بيتشحن بنقود حضرتك شركه فوري ايضا تعاقدنا معاها وانهينا العقود الحمد لله. نيجي بقى طبعا للمقر الرئيسي والمقر التاريخي لينا، طبعا هنبدا التسليم بتاع اول 75. حضرتك انا بقول ارقام شويه يمكن عشان الناس تشوف حجم العمل اللي احنا بنشتغل فيه، عشان احنا يمكن ما سلمناش البطاقه السنه اللي فاتت. البطاقه السنه اللي فاتت اللي سددوا الاشتراكات السنه اللي فاتت هم اللي تم استصدار البطاقات ليهم. طب معنى كده هل يا دكتور سعد احنا الناس اللي ما سددتش الاشتراكات السنه اللي فاتت مش هيبقى لها بطاقات؟ لا، بمجرد حضرتك ما بتسدد الاشتراك في خلال 7 ايام عمل بيتم استصدار البطاقه اللي هو الاشتراك الجديد، يعني دخلنا في يوليو بقت الاشتراك السنه الجديده. اي واحد يسدد الاشتراك هيحصل على البطاقه. احنا ان شاء الله متوقعين ان احنا نصدر هذا العام 800,000 بطاقه. ما شاء الله. 800,000 بطاقه بنصدر في الجزيره من بدايه من الاسبوع القادم ان شاء الله 75,000 بطاقه. طب منظمين العمل ده ازاي؟ احنا يمكن الاستاذ ابراهيم مشكورا دلوقتي كان عرض اعلان في تطبيق على الواتساب، حضرتك بتحط رقم العضويه بتاعتك باللغه الانجليزيه، الناس هتشوفه دلوقتي تاني.
بتحطه على التطبيق بيظهر حضرتك هل البطاقة بتاعتك موجودة في مقر النادي بالجزيرة أو مقر النادي بمدينة نصر أو مقر النادي بالقاهرة الجديدة أو مقر النادي بالشيخ زايد، عشان حضرتك ما نعمل ما فيش تكدس كبير يبقى أمام بوابة الاشتراكات. لأن حضراتكم تخيلوا بنبدأ نحصل الاشتراكات السنوية اللي من 1/7، بنبدا ايضا نستكمل العضويات الجديده اللي في القاهره الجديده، وايضا في الشيخ زايد ايضا الاثنين عليهم حجم اقبال كبير جدا الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. وبيقول لحضرتك لو يا ريت الاعداد يحطوا لنا المستند اللي احنا بنتكلم عليه، وده هينزل على السوشيال ميديا بتاعت النادي الاهلي. ده واحد من الجهود الكبيرة اللي يعني بياخدها مجلس إدارتنا وأيضا إدارتنا التنفيذية. وخليني أنتهز الفرصة أن أنا أوجه الشكر الجزيل لمجلس إدارتنا وأيضا جمعيتنا العمومية الموقرة على تعاونها الكبير معانا عشان النادي الأهلي دايما يظهر بالصورة الحضارية اللي تليق باسمه وتاريخ النادي الأهلي وجمهورنا أيضا العظيم وكل الإدارات اللي موجودة في الإدارة التنفيذية اللي في الحقيقة بيبذلوا مجهود. كمان مدينا ساعات العمل، مدينا ساعات العمل من الساعة 9 للساعة 9 مساء في إدارة الاشتراكات. يعني أي حد يقدر بعد انتهاء ساعات عمله في شغله الطبيعي يقدر يتوجه لإدارة الاشتراكات بعد ما يخلص العمل بتاعه الساعة 4 الساعة 5 6 7 8 9. احنا مستمرين في استقبال أيضا أعضائنا الموقرين سواء كانوا عايزين يسددوا الاشتراكات السنوية أو عايزين أيضا يشتركوا في النادي الأهلي عضوية جديدة. وده طبعا مسموح لصدى الاعضاء زي ما حضراتكم عارفين ان احنا قدامنا لحد 30/9 تقدر تسدد الاشتراك السنوي بتاع العضو ده. يعني بشكل ملخص كده كمان النادي الاهلي النهارده طبعا بيقدم خدمه جديده لكل اعضاء الجمعيه العموميه الموقره، ان احنا النهارده بنقدم خدمه متميزه في مارينا النهارده وباسعار كمان منافسه جدا جدا. واعتقد الكابتن محمود الخطيب يمكن كان موجود في الزيارة كريمة وكل السادة الأعضاء الموقرين كانوا في غاية الفخر بالنادي. الناس مبسوطة جدا جدا يا دكتور سعد، وناس كتير بتكلمني توسط لي وتقول الموضوع مش محتاج واسطة، حضرتك لو اتصلت بالشخص المسؤول في ثانية هيحللك كل طلباتك. خطوة كانت ناجحة وهامة. زي ما حضرتك تفضلت يا كابتن عادلي بيجي لنا مئات الرسائل من السادة الأعضاء الموقرين في الحقيقة، شكروا في كل الزملاء اللي موجودين في مارينا وتنظيم العمل. وزي ما حضرتك قلت احنا مش محتاجين واسطة في النادي الأهلي لأن الموضوع مبني على حيادية كاملة، كل الأعضاء يتمتعوا بفرص متساوية للاستمتاع بهذه الخدمة بالإضافة أيضا للخدمة اللي بنقدمها من سنوات عديدة في مرسى النادي في مرسى مطروح أيضا بشكل أيضا متميز وشكل أيضا راقي يليق بأعضاء النادي الأهلي. كمان عندنا فرصة إن احنا عملنا بعض العروض في الويك إند بس الخاصة بثلاث أيام، وكمان مستمر في فرص. ففي حالة رغبة السادة الأعضاء حجز يعني الاستخدام في مارينا ايضا ما زالت الفرصه قائمه، وعليهم ان هم يتوجهوا لاداره الحجز والرحلات ان شاء الله ويستمتعوا بالخصومات. انا بقى يمكن بطرح بشكل سريع كده الخدمات المتنوعه في كل المجالات، وده يمكن اللي بيخلي النادي الاهلي دايما في الرياده وبيخلي النادي الاهلي مش بس في كل المنافسات الرياضيه هو القائد وهو الكبير، لا ايضا النادي الاهلي النهارده اصبح هو المؤسسه الرياضيه رقم واحد في كل الخدمات الاجتماعية اللي احنا بنحاول نسرد جزء منها. ففرصة كبيرة جدا ان من يرغب في يعني الاستفادة بالخدمات المقدمة داخل النادي الاهلي